السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جد مسرورة بتواجدي اليوم معكم في اللقاء الثاني للحملة الثالثة، حملة أقوى أقوى لنتعايش مع مرض الذئبة الحمراء. لي الشرف أن نستضيف فيه الدكتورة نجلاء الغلبازولي، طبيبة أخصائية في أمراض الجلد من الرباط في المغرب. دكتورة نجلاء، السلام عليكم. السلام عليكم إحسان، عليكم. أرجو إن شاء الله أن تعم الفائدة على الجميع بالنصائح شكرا التي سوف نقدمها اليوم. شكرا شكرا لقبول الدعوة. أو في البداية، هل يمكن أن تعطينا نبذة سريعة عن حول هذا المرض؟ فعلا دكتور إحسان، اليوم سوف نتكلم على مرض الذئبة الحمراء أو ما يسمى بالليبوس، والذي هو مرض مناعي ذاتي مزمن يحدث غالبا في خلل في الجهاز المناعي، ويقوم بمهاجمة الخلايا والأعضاء الذاتية للجسم. الالتهاب الناتج عن هذا المرض يؤدي إلى إصابة العديد من الأعضاء، ولهذا الأعراض تختلف من شخص إلى آخر. ولكن من بين الأعراض الأكثر شيوعا هي الأعراض الجلدية التي نجدها في 80% من الحالات، كذلك الأعراض الروماتيزمية بنفس النسبة. الإصابات الأعضاء الأخرى تكون بنسب أقل متفاوتة، كالكلي والقلب والرئتين والدماغ وإلى آخره. وهنا تكمن خطورة هذا المرض وصعوبة تشخيصه. لذلك غالبا ما يكون هناك تعاون بين الفرق الطبية والأخصائيين. فمثلا بالنسبة لطبيب الجلد يقوم بتقييم وكشف الإصابات المتعلقة بالجلد، وكذلك البحث عن إصابات الأعضاء الأخرى والالتهابات الجهازية، مثلا إذا كان هناك التهابات في المفاصل، فيقوم في هذه الحالات إلى إحالة المريض أو المريضة إلى أخصائي الأمراض الروماتيزمية والجهاز المناعي. شكرا. وما هي أسباب هذا المرض؟ هل أسبابه معروفة؟ صراحة السبب وراء هذا المرض، يعني وراء هذا الخلل المناعي الذي يجعل الجسم لا يمكنه التمييز بين أنسجته والأجسام الدخيلة يبقى غير معروف لحد الساعة. لكن تميل العديد من الدراسات إلى التأكيد على وجود الدور الوراثي، بالإضافة إلى أن هناك عوامل داخلية وخارجية تعمل كمحفزات لظهور هذا المرض، مثلا كالتعرض للأشعة فوق البنفسجية، التغيرات الهرمونية، لهذا نسبة إصابة النساء كتكون أكثر، كاين التدخين، التعفنات أو العدوى، تناول بعض الأدوية والمواد الكيميائية، وكذلك التوتر الإجهاد الشديد. توتر مرض العصر، يعني اكيد كنطاق واحد المجموعه من الامراض، يعني متفقين. وما هي اهم انواع هذا المرض، يعني كطبيبه جلد بالنسبه لك، شنو هي اهم الانواع اللي كتشوفيها؟ أنواع، يعني كتعني أنواع الذئبة الحمامية الجلدية من الناحية تماما. الجلدية بصفة عامة. يتم تصنيف هذه الذئبة الحمامية الجلدية إلى 3 فئات، وذلك على حسب تطور الحالة، وتختلف هذه الأنواع بالأعراض والعلاج ديالها. دونك أول نوع هو الذئبة الحمامية الجهازية، لا المجموعية الحادة، واللي هي الأكثر شيوعا. من أبرز الأعراض الجلدية فيها هو ظهور واحد طفح جلدي أحمر في الوجه، خاصة في الخدين وفي جسر الأنف على شكل فراشة وأجنحة الفراشة. هنالك كذلك حساسية مفرطة لأشعة الشمس اللي تقدر تسبب احمرار في أنحاء مختلفة في الجسم. كاين تحول كذلك في لون ديال الأصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأبيض والأزرق في حال التعرض للبرد أو التوتر الشديد. قد يصاب بعض الأشخاص كذلك بتقرحات في الأجهزة
المخاطية كالفم والأنف والمهبل. ومن بين الأعراض الأكثر شيوعا كذلك وهو سقوط تساقط الشعر بحدة. التساقط الشعر يقدر يكون عمومي أو على شكل بقع، ويكون خاصة في النوبات، ويعتبر من بين أحد الأسباب الاستشارة عند طبيب الجلد. هذه الأعراض الجلدية في هذا النوع من اللوبوس الحاد يتلاشى بدون ترك آثار أو ندبات مع العلاج الخاص طبعا باللوبوس، ويتلاشى مع الأعراض الأخرى العامة كالحمى وألام المفاصل والتعب. النوع الثاني وهي الدئبة الحمامية التحت الحادة، تظهر بشكل شائع في المناطق المكشوفة للجسم، يعني المناطق المعرضة للشمس غالبا كالوجه، العنق، الصدر، الذراعين، الكتفين، وهي على شكل بقع حمراء دائرية أو على شكل لوحات حمراء سميكة نوعا ما، وفيها قشور بيضاء. هذا النوع كذلك لا يترك ندبات ولا آثار. في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي إلى ظهور تصبغات ولكن مؤقتة. D'accord. وبالنسبة للنوع الثالث ألا وهو الدئبة الحمامية، ما بيحبس هنا مش مشكلة، حبس نعاوده. بالنسبة للنوع الثالث. النوع الثالث وهي الدئبة الحمامية القرصية المزمنة أو لوبوس ديسكويد لوبوس، وهذا النوع يؤثر على الجلد فقط، ويظهر على شكل أقراص أو حلقات دائرية ملتهبة حمراء متورمة. بعض المرات هناك قروحات منتشرة في الوجه، في العنق، في الصدر، وكذلك في فروة الشعر. هذه الآفات تؤدي للأسف إلى ظهور ندبات وآثار غير رجعية في الجلد مع تصبغات. وبالنسبة للشعر قد لا ينمو ويؤدي إلى ظهور صلع ندبي من نوع ندبي. لهذا في هذا النوع يجب العلاج بسرعة لأجل عدم ظهور هذه الندبات، لأنها قد تؤدي بالتأثير سلبيا على نفسية المريض أو المريضة. في هذا النوع من اللوبوس ديسكويد اللوبوس لا توجد إصابة الأعضاء الداخلية إلا بنسبة ضئيلة جدا، أي في حوالي 10% من المرضى قد يصابون باللوبوس الحاد، عكس النوع الثاني أي الدئبة الحمامية تحت الحادة، حيث النسبة هذه كترتفع ل 50%. ويجب الإشارة بأن العامل المشترك في هذه الأنواع الثلاثة هي الإصابة ديال المناطق المكشوفة المعرضة للشمس. الشمس. جيد. Alors, بالنسبة لك كيف يتم التشخيص من طرف طبيب الجلد لهذه الحالات، وهل ممكن نقوم بتشخيص مبكر لتفادي كما تفضلتي وقلتي الندبات في بعض الحالات؟ عادة تشخيص من طرف الطبيب الجلدي نلجأ إلى الفحص عبر منظار الجلد أو ما يسمى بالديغموسكوب، وهو جهاز طبي مزود بعدسة مكبرة نستطيع من خلاله رؤية طبقات وعروق الجلد بدقة، ويساعدنا في تشخيص العديد من التغيرات والالتهابات الجلدية وفي فروة الشعر كذلك. هذا الجهاز مثلا يمكننا من استبعاد طفحات الأخرى الشبيهة باللوبوس كالأمراض الصدفية أو الإكزيما، وتوجيهنا للتفكير في الدئبة الجلدية، في الدئبة الحمامية. وللتأكيد بالإصابة بالدئبة الجلدية نلتجئ إلى أخذ عينة صغيرة طبعا تحت التخدير الموضعي من الآفة الجلدية الموجودة، ونفحصها ونوجهها طبعا إلى فحص دراستها تحت المجهر، وكذلك إجراء فحص ثاني وهو التألق المناعي المباشر أو ما يسمى بالإيمينوفلوريسانس ديريكت، وهذا طبعا بعد سماع تاريخ
المريض يعني العائلي والشخصي والفحص السريري الشامل وبعض الفحوصات الروتينية في الدم وفي البول كذلك. وماذا عن العلاج؟ ما هي طرق العلاج المتوفرة؟ هل هناك بعض الابتكار في هذا المجال وخصوصا في عالمنا العربي؟ ليست هناك خاصية صراحة بالنسبة للعالم العربي، يعني نعتمد السبل العلاجية تعتمد على تخفيف شدة الالتهاب في الجلد وتخفيف الأعراض والسيطرة عليها في الجلد. نلجأ إلى استعمال كريمات ومرهمات تحتوي على مادة الكورتيكوستيرويد أو مثبطات المناعة الموضعية، وأحيانا نلجأ إلى أدوية عبر الفم كأدوية المضادة للملاريا. زي الكلوروكين والبلاكينيل اكسترا. هيدروكسيكلوروكين. كلوروكين وبلاكينيل. اوكي، الو، في الاخير ما هي نصائح الوقايه اللي يمكنك يعني تنشريها وتشاركيها مع المستمعين والمستمعات بخصوص هذا المرض؟ حاليا لا يوجد طريقة لمنع المرض بحد ذاته، ولكن هناك مجموعة من النصائح والخطوات اللي تساعدنا من تخفيف وطأة هذا المرض، من تقليل حدوث النوبات، وذلك بتجنب المحفزات التي سبقنا وذكرناها، وأهمها هي عدم تجنب التعرض للشمس طبعا، خاصة في أوقات الذروة ما بين 10 صباحا والرابعة مساء، وذلك باستعمال واقي الشمس مناسب. وهنا أقدم بعض النصائح بالنسبة لاختيار واقي الشمس. من الأفضل أن يكون من النوع المعدني، لأن النوع الكيميائي بإمكانه أن يظهر تهيجات في البشرة. بالنسبة للنساء ننصح باستعمال واقي الشمس ملون على شكل كريمات أو باودر، لأنه يحمي أكثر. عامل الوقاية كذلك مهم، يجب أن يكون أكثر من 50، ويجب تجديده كل ساعتين أو 4 ساعات على حسب النوعية ديال واقي الشمس. للحماية من الشمس عاود خاصنا ارتداء ملابس طويلة وواقية، ارتداء قبعات عارضة الحواف، نظارات شمسية. يجب كذلك تجنب التدخين، لأن التدخين يزيد من خطر الإصابة في الذئبة الجلدية، وهناك دراسات تؤكد ذلك. تدخين جميع أنواع المدخنات عندهم نفس التأثير؟ أجل أوكي. نفس يعني أنواع المدخنات بجميعها. وكذلك أقصد أن هناك دراسات تجنب التدخين أعتقد أحسن حتى في إصابة المفاصل، أليس كذلك؟ عندنا نفس تماما، نفس دراسات أول نصيحة هو ترك التدخين. نفس الشيء. طبعا اتباع، لا ننسى اتباع نظام صحي متوازن، تجنب الوجبات السريعة. هناك كذلك تغيير أو تعديل نمط الحياة بصفة عامة، يعني أخذ قسط كافي من الراحة، استعمال لما لا وسائل الاسترخاء كاليوغا مثلا، ممارسة الرياضة كالسباحة والمشي، وطبعا خاصة لا ننسى زيارة الطبيب بشكل دوري. أكيد أكيد هذا أهم شيء. أكيد. شكرا شكرا جزيلا دكتورة غلبة الزوري على جميع النصائح وعلى جميع الإفادات، شكرا. ونتمنى إن شاء الله الاستضافة في حلقة أخرى للمزيد من المعلومات حول هذا المرض، ولا ممكن مرض الصدفية كذلك، لأنه هو كذلك يعني كذلك عامل مشترك ما بين مرضى الجلد وطبيب الروماتيزم بشكل شكل مرض الذئبة الحمراء كذلك. كذلك كذلك شكرا شكرا جزيلا على المشاركة. على الاستضافة مرحبا إن شاء الله مرة أخرى، لما لا؟ إن شاء الله. شكرا جزيلا. إن شاء شكرا الله، إن شاء شكرا الله، دكتورة. شكرا.